أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم. قال الشاعر عبد الرحمن الكواكبي: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع، إلا ويسر من الرحمن يتلوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم تستمعون الآن لبودكاست تاريخ على الهامش. اليوم كجزائرية جيت نحكي لكم شوي عن تاريخ الجزائر اللي احتفلت بالذكرى 61 للاستقلال، اللي تصادف 5 جويلية يوليو من كل عام، وهذا التاريخ بالذات ليه قصة مميزة راح تعرفوها من بعد. واش تعرفوا عن هذه الدولة؟ واش هي أبرز المحطات في تاريخها؟ أول شيء خلونا نتفق عليه هو أن الجزائر دولة إسلامية عربية أمازيغية إفريقية. طبعا هذا الترتيب خاطئ واقعيا، لكن لا جدال فيه منطقيا. المهم للجزائر تاريخ عريق، وأغلب تاريخ سياسي أكثر منه حضاري، تعاقبت عليها فترات زمنية أبدات من ما قبل التاريخ، ويقدر عمر الإنسان الأول ب500,000 سنة. وفي التأصيل لجنوب الجزائر الأدلة هناك تقول أن الإنسان عاش قبل 5,000 سنة من الميلاد. تاريخ الجزائر ارتبط بالنضال ضد الغزاة اللي مروا بأرضها من فجر التاريخ، لأن شعبها ببساطة شعب حر ما يقبلش حتى واحد يتحكم فيه، والتاريخ كما قلنا شاهد. راح ناخذكم في جولة سريعة مع أبرز الشخصيات المقاومة. نذكر مثلا الملك يوغرطا المولود في عام 160 قبل الميلاد، ومعنى اسمه كبير القوم، وهو صاحب المقولة الشهيرة روما تباع لمن يشتريها. وعلاه قال هذه الكلمة؟ لأنه قدر لفترة طويلة يخدع روما من خلال شراء ذمم قناصلها في قرطاجة، وخلاهم يرسلوا تقارير بأن الوضع آمن ومستقر، بينما هو في الحقيقة كان يسلب روما المدن اللي تحت سيطرتها ويضمها لمملكة نوميديا. بطبيعة الحال حتى حال ما يدوم، وكيما شرى يوغرطا ممثلي روما، ردت روما بنفس أسلوبه واستمالت سهره الملك توخوس حاكم موريتانيا، اللي استدرجوا لفخ واعتقلوا، بالأخير سلموا روما حيث عذبوه وشنقوه، ببساطة انتقموا شر انتقام. فجاء يغرطى على هديه بحكم الجماهير يفشي الأمانة، وقال مدينة روما تباع، وقال مدينة روما تباع فمن يشتريها؟ فهز الكيان ووحد سرتا بأعطاف كاف، ووحد سرتا بأعطاف كاف، وأولى الأمازيغ عزا وشأنا. بعد الاحتلال الروماني جاء دور الغزو الوندالي اللي هم الفايكينج، وبعدها عاود رجع الرومان لكن باسم البيزنطيين هذه المرة، وكان دائما هدفهم خيرات الأرض الطبيعية، لأن الله عز وجل حباها بطبيعة ساحرة وأرض خصبة. كل مستعمر كان يضطهد الشعب وينهب الخيرات. وبعد سنوات جاء غزو جديد من بلاد المشرق هذه المرة، وهو الغزو الإسلامي. ولأن سكان الجزائر ما عادش عندهم ثقة في أي وافد، عملوا الشيء الوحيد اللي يعرفوه بالفطرة، قاوموا. في هذه الفترة كانت تحكم البربر امرأة ذات دهاء وجمال تدعى ديهية، وكانوا يلقبوها بالكاهنة لقدرتها على التنبؤ بالأحداث. طبعا هذه خرافة، كل ما في الأمر أنها كانت واحدة ذكية عندها فراسة وقدرة على استشراف المستقبل من خلال القراءة الجيدة للوقائع، وهذا اللي خلاها تنتصر على جيش المسلمين في أول معركة بينهم. واضطر جيش المسلمين يتراجع بانتظار المدد، هذا المدد طول فترة طويلة نظرا لبعد المسافة ما بين المشرق والمغرب. ولما تأخر جيش المسلمين في مهاجمة الكاهنة، حست بأن هناك أمر غريب. قالت يمكن يدبروا في مؤامرة أو شيء من هذا القبيل، فقالت لقومها:
إن العرب إنما يطلبون من أفريقية المدائن والذهب والفضة، وإنما نحن نريد منها المزارع والمراعي، فلا نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقية كلها، حتى ييأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر. وكان هذا الخطأ الاستراتيجي اللي ارتكبته الكاهنة وتسبب في هزيمتها، لأنه بعد ما جاء المدد بعد 5 سنوات لقائد جيش المسلمين حسان بن النعمان ورجع هاجم الكاهنة، هزمها هذه المرة لأنها ما لقتش قلعة تتحصن فيها. والتاريخ سجل للكاهنة موقف مشرف، لأنها عرفت خطأها واستعرفت به، وعرفت أن المسلمين هم أهل حضارة وجايين ينشروا شيء أقوى من السرقة والنهب، فوصات أولادها أنهم يتصالحوا معاهم ويدخلوا الإسلام، وهذا اللي صار، وانضم الأمازيغ لجيش المسلمين وساهموا في فتح بلاد المغرب والأندلس، ومن يومها والجزائر دولة مسلمة والحمد لله. ومشى الزمان وعاد الغزاة الأوروبيين الطامعين دائما في ثروات البلاد وخيراتها، وجاء وقت من الأوقات كان الساحل الجزائري كله تحت رحمة الأسبان، وهذه الفترة اللي ظهر فيها الأخوان بربروس، وبربروس هذا لقب يعني اللحية الحمراء، واللي شوهته هوليود في قصصها وصوراته على أنه قرصان شرير أعور وعنده رجل خشبية. نرجع معكم لأصل حكاية بربروس. بربروس ما هوش شخص واحد، وإنما هم 4 إخوة، واللي انشهر منهم 2 هم عروج بن يعقوب وهو الأخ الأكبر، وخضر بن يعقوب الشهير باسم خير الدين، وكانوا من أصل تركي ومن عائلة تجارية. ولكن وش اللي حول تجار إلى حماة بحار؟ السبب كان أن المسلمين الجايين من الهند كانوا يتعرضوا للقرصنة من طرف السفن البرتغالية اللي اكتشفت في هذاك الوقت الطريق المختصرة إلى الهند، فانضم عروج للقوات البحرية التركية اللي أنشأها سلطان المماليك للدفاع عن الحجاج المسلمين، وتزامن في هذه الفترة سقوط الأندلس في يد الإسبان، وتعرض المسلمين فيها للاضطهاد والقتل والتهجير، فبدأ عروج يقوم بإنقاذ المسلمين بسفينته ويوصلهم البر الأمان، وانضم له أخوه خير الدين وصار عندهم أسطول كامل. أما قصة الأخوين مع الجزائر فبدأت لما استنجد بهم سكان بجاية لحمايتهم من بطش الأسبان، وبالفعل حرروها بعد معارك قوية، ونفس الشيء تكرر في مدينة الجزائر. طبعا الإسبان ما عجبهمش الموضوع وأرسلوا جيش لاسترجاع المدينة، لكن انهزموا شر هزيمة، وتم رفع الراية العثمانية في المدينة لأول مرة. الخلاصة أن الساحل الجزائري كان كله تحت سيطرة إسبانيا، لكن جهود عروج وخوه خير الدين ساهمت في فك هذا الاحتلال وأعادت الساحل الجزائري للحرية. وهنا نذكر معلومة مهمة، أن سفن الإخوة بربروس أنقذت 70,000 مسلم أندلسي في أسطول مؤلف من 36 سفينة في 7 رحلات، وجميعهم تم توطينهم في الجزائر عام 1529. وعاشت الجزائر فترة ازدهار ونهضة في جميع المجالات، وكان عندها تجارتها النشطة مع أوروبا، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي المميز، وكالعادة هذه المميزات والخيرات خلت الطامعين يكثروا، وعلى رأسهم فرنسا اللي كانت تنتظر الفرصة باش تحتل الجزائر. وفي هذاك الوقت كان من التقاليد السياسية زيارة قناصل الدول الأجنبية لحاكم الجزائر في المناسبات المهمة. بدأت القصة في أول أيام عيد الفطر، لما زار القنصل الفرنسي بيير دوفال قصر حاكم الجزائر الباشا العثماني الداي حسين. وخلال الجلسة دار حوار بين الداي والقنصل بيير حول الديون المستحقة للجزائر لدى فرنسا. سأل الداي القنصل عن سبب عدم رد الحكومة الفرنسية على رسائله، فرد القنصل وقال: ملك فرنسا لا يمكن أن يجيب واليا عثمانيا. وهذا الرد كان ببرود وفيه إهانة. غضب الداي حسين ولوح بالمروحة اللي كانت في يده كان يتهوى بها في حركة تشير للطرد، يعني أخرج أخرج يا بيير دوفال من مجلسي،
فغضبت فرنسا واعتبرت تصرف الداي إهانة لهم، وما نساوا أنه هو اللي ابدأ بالإهانة وباستفزاز الداي، وعرفت هذه الحادثة في التاريخ باسم حادثة المروحة. وطلبت الحكومة الفرنسية من الداي حسين يعتذر، وطبعا رفض. فأعلنت فرنسا الحرب على الجزائر، وفي عام 1830 جهز الملك شارل العاشر جيش بلغ عدد الجنود 37 ألف جندي فرنسي و700 بحار و103 سفينة حربية، بالإضافة إلى السفن المستأجرة، وعملوا حصار على الجزائر دام 6 شهر، انتهى بسقوط الجزائر في قبضة فرنسا. وكان واحد من الأسباب في هذه السقوط المدوي للجزائر هو أن أسطولها البحري اللي كان رمز قوتها تحطم قبل 3 سنوات في معركة نافارين اللي شارك فيها بعد ما استنجدت به الدولة العثمانية في حربها ضد تحالف بريطانيا، فرنسا وروسيا اللي تدخلت في الصراع العثماني اليوناني مستغلين تفكك الدولة العثمانية. وصارت المعركة بتاريخ 20 أكتوبر 1827. الشعب الجزائري كالعادة مرضاش أبداً بهذا الاحتلال، وقاوم العدوان الفرنسي بكل ما يملك عن طريق ثورات ومقاومات كثيرة استمرت طيلة القرن 19 حتى بداية القرن 20. ومن أهم هذه الثورات المسلحة خلال تلك الفترة نذكر مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري اللي شملت الغرب الجزائري، ومقاومة أحمد باي اللي شملت منطقة قسنطينة، ومقاومة الناصر بن شهرة، ومقاومة واحات الزعاطشة بالوسط والجنوب، ومقاومة الشريف ببغلة وللا فاطمة سومر بجرجرة والقبائل، ومقاومة التوارد بالهجار والشيخ حمود بن مختار. الملاحظ هنا أنه ثورة في الغرب، ثورة في الشرق، ثورة في بلاد القبائل، ثورة في الوسط، ثورة في الجنوب، ثورة عام 1830، ثورة عام 1870، ثورة عام كذا عام كذا. هذه الثورات دارت من عام 1830 إلى غاية 1912، كلها انتهى بالفشل كما قلنا الملاحظة السابقة، لأنها ما كانتش ثورات موحدة وكانت ثورات قبائل متفرقة. وهذا خلى الشعب يغير تفكيره ويتوجه للنضال السياسي بعد ما جرب الحرب وما جابت حتى نتيجة. وهكذا من عام 1912 بدأ الشعب الجزائري صفحة جديدة هي صفحة النضال السياسي. تأسست جمعية الطلبة المسلمين، وبعدها حزب نجم شمال إفريقيا وجمعية العلماء المسلمين، ثم ولد حزب الشعب الجزائري، وبعده حركة انتصار الحريات. في عام 1945 كان في حدث مهم في العالم، وهو نهاية الحرب العالمية الثانية اللي شارك فيها الجزائريين ترغيبا وترهيبا. ترهيب ما يحتاج شرح، لكن الترغيب كان عن طريق وعد فرنسي بالحرية اللي الجزائريين صدقوه، لأن فرنسا عام 1940 إلى عام 1945 كانت تحت الاحتلال النازي. فقال الشعب الجزائري ربما بعد ما ذاقت فرنسا ويلات الاحتلال هذه المرة فعلا راح تصدق معنا. وقرر الجزائريين الاحتفال بالمناسبة، ومنها تذكير فرنسا بوعدها، وعد عرقوب. في يوم الاحتفال يوم 8 ماي عام 1945 خرج الشعب الجزائري في مظاهرات سلمية وطالب باستقلال الجزائر ورفع العلم الجزائري الوطني لأول مرة في شكله الحالي. تقول إحدى الروايات التاريخية أن اللي خيطت العلم سيدة فرنسية هي إيميلي بيسكان الملقبة بالمعطرة، وهي زوجة أمصالي الحاج أب النضال السياسي في الجزائر اللي كان طلب منها خياطة العلم للمظاهرات بعد ما أعطاها تصميم والألوان المميزة للعلم اللي هي اللون الأبيض اللي يرمز للسلام والنقاء، واللون الأخضر اللي يرمز للازدهار وثروات البلاد، واللون الأحمر اللي يرمز لدماء الشهداء، والنجمة والهلال ترمز لانتماء هذه البلاد لدين الإسلام. وطبعا تم توزيع التصميم على أكثر من خلية لخياطة عدد كبير حتى تكون جاهزة للمظاهرات اللي اتفق أنها تكون سلمية، ويقال أنه تم خياطة 300 علم خصوصا لهذاك اليوم.
ورفع العلم زرع الحماسة والإيمان للشعب الجزائري بقرب الاستقلال، وفي المقابل زرع الرعب في نفس رئيس مدينة جالما أندري أشياري وميليشيات المعمرين، وهذا اللي خلى واحد من رجال الشرطة يحاول ينزع العلم من يد الشاب بوزيد سعال، ولما قاوموا الشاب أطلق عليه الشرطة الرصاص وقتل بوزيد. وثار الشعب وجن جنون الحاكم أشياري، فأعطى الضوء للمعمرين للانتقام من الجزائريين على جرأتهم لطلب الاستقلال، وجندت فرنسا قواتها البرية والجوية، وما رحموش لا كبير ولا صغير، رجل ولا مرأة. حد مين؟ إخواني لا تنساوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. هذا الدرس كان قاسي، لكن ميزة الشعب الجزائري أنه سريع التعلم، وعرف أن ما أخذ بالقوة مستحيل يرجع إلا بالقوة، وأن فرنسا بالذات لازم تدفع الثمن. واختفى الجمر تحت الرماد، واستمر النضال في شكل سري حتى جاء يوم 23 يونيو عام 1954، وانعقد اجتماع حضره 22 مناضل اللي فيما بعد صاروا يعرفون بمجموعة 22، وهي المجموعة اللي زرعت بذرة الثورة. وفي هذا الاجتماع تم وضع الخطوط العريضة، فحطوا مخطط شامل عن أسباب فشل الثورات السابقة، واستعرض الإمكانية المادية والبشرية خصوصا السلاح، واتضح لهم أن الأسلحة قليلة وأغلبها عبارة عن بنادق صيد ومسدسات وبعض القنابل وعدد قليل من بنادق حربية، ولكن هذا ما أثرش في عزيمتهم، حيث اتفق جميع الحاضرين على أن الثورة لابد أن تقوم عاجلا وبدون أي تباطؤ. وسطروا أهدافهم الأولى، وهي الحصول على عدد كبير من الأسلحة عن طريق الهجوم على ثكنات العدو وتجنيد المناضلين. وكان للثورة تخطيط استراتيجي فعال، الهدف منه توزيعها عبر كامل التراب الوطني. تم التقسيم حيث وضع مصطفى بن بولعيد على منطقة الأوراس، ومراد ديدوش على شمال قسنطينة، كريم بالقاسم على منطقة القبائل، ورابح بيطاط على وسط الجزائر، والعربي بن مهيدي على منطقة وهران. كانوا هكذا خمس مناطق. لاحقا أضافوا المنطقة السادسة واللي هي الصحراء، وتم تفعيلها عام 56 بقيادة المجاهد علي ملاح. وحددوا تاريخ اندلاع الثورة هو أول نوفمبر عام 1954 على الساعة الصفر، يعني منتصف الليل، في جميع المناطق بدون تقديم أو تأخير عن الوقت المحدد. وب 1200 رجل معهم 400 قطعة سلاح انطلقت أول رصاصة في الأوراس وبقية المناطق. تم توزيع منشورات عربية وفرنسية، وفي هذه الليلة أحصت السلطات الفرنسية 30 هجوم مسلح، وأول رد فعل منها هو حل جميع المنظمات السياسية واعتقال أكثر من 500 من مسؤوليها. واستمرت الهجمات، وتعاملت معها فرنسا على أنها أعمال إجرامية، لكن بعد ما تأكدت أنها أمام ثورة اتخذت إجراءات أكثر صرامة، وسكرت الحدود الشرقية والغربية حتى تمنع دخول السلاح، وعاقبت كل من ساعد الثورة، حتى أنها قصفت قرى كاملة ودمرتها بحجة إخفاء الثوار. وأكثر من هذا، حاولت خلق انشقاق داخل صفوف الثوار بدس جواسيس بينهم واتهام الوطنيين بالخيانة. وفي النهاية لعبت لعبة السياسة وحاولت ترفع ورقة الإصلاحات. فأعلن جاك سوستال عن إصلاحات في الجزائر، الهدف منها طبعا إجهاض الثورة وسحب البساط من تحتها، وركز في مشروعه على إصلاح نظام البلديات والاهتمام بشؤون سكان الريف وتحسين أوضاعهم المعيشية، أيضا تحسين نظام العقار والقروض الفلاحية، وتسليم عقود ملكية المزارع لأصحابها، وفتح باب التعليم للجزائريين في المدارس الفرنسية، وغيرها من الإصلاحات في مختلف المجالات. لكن جبهة التحرير كانت فاطنة لمخططهم، وعملت على إفشاله بكل الوسائل، وضربتهم في الصميم بهجمات 20 أغسطس في الشمال القسنطيني، واللي كان قائدها ومهندسها الشهيد زيغود يوسف. وهذه الانتفاضة إحدى المحطات البارزة في تاريخ الكفاح المسلح، لأنها فكت عن الثورة عزلتها،
وكانت بمثابة شعلة جديدة للثورة، وخطط لها زيغود بسرية تامة وتخطيط جيد، وشارك فيها الأحزاب السياسية والحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والكشافة الإسلامية الجزائرية. في 20 أغسطس عام 56، بعد عام من هجمات الشمال القسنطيني، انعقد مؤتمر الصمام اللي أعاد ترتيب بيت الثورة بعد حوالي عام ونص من انطلاقتها. في عام 1957 زادت الثورة من حرب العصابات، عرفت أهم معركة فيها بمعركة الجزائر، واللي كان من أبطالها العربي بن مهيدي اللي اعتقل وعذب حتى الموت، وقد قال عنه الجلاد مارسيل بيجار: لو أن لي 3 من أمثال بن مهيدي لغزوت العالم. في 4 يوليو عام 1958 دعا الرئيس الفرنسي ديغول إلى المصالحة مع قادة الثورة. في 19 سبتمبر عام 1958 تأسست أول حكومة مؤقتة للجزائر في القاهرة برئاسة فرحات عباس، واستمر الأخذ والشد لأربع سنوات رغم أن ديغول دعا للمصالحة. طبعا كانت فرنسا تماطي فقط، وكملت حرب الإبادة، كمل الشعب الجزائري ثورته، وأخيرا أخيرا رضخ المحتل وبدأت مفاوضات إيفيان. قبل الوصول لهذه المرحلة مرت القضية الجزائرية بمخاض عسير في الأمم المتحدة، لأن فرنسا عندها علاقات كبيرة وحاولت بكل قوتها أن القضية الجزائرية ما تتجدولش في جدول الأمم المتحدة. ولخص الرحلة هذه كما يلي: في 26 من يوليو عام 1955 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة القادمة لها، ومرت القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمراحل عديدة، ولقات دول مؤيدة ومساندة لها ودول محارضة، على رأسها المستعمر الفرنسي طبعا. وبقات القضية تتدرج حتى وصلت للدورة 16، واللي تعتبر أهم الدورات بالنسبة للقضية الجزائرية، لأنها تميزت بسير المشكلة الجزائرية إلى حلها النهائي. وحصلت المفاوضات في هذه الدورة بشأن مبدأ تقرير الشعب الجزائري مصيره، وصار تصويت. صوت على القرار لصالح الجزائر 62، و37 امتنعوا عن التصويت، وبهذه النتيجة وافقت هيئة الأمم المتحدة على مبدأ تقرير الشعب الجزائري مصيره بنفسه، وحصل النصر للقضية الجزائرية. وانتهت هذه المحادثات بتاريخ 18 مارس 1962 بالاتفاق على وقف إطلاق النار اللي بدأ يوم 19 مارس وأعلن كيوم للنصر. وفي يوم 1 جويلية يوليو عام 62 تم تنظيم استفتاء يسألون فيه الشعب الجزائري هل تريد الاستقلال أم لا، وكانت النتيجة نعم بنسبة 99%. في يوم 5 يوليو جويلية عام 1962 بعد 132 سنة من الاستعمار تم إعلان استقلال الجزائر. ويوم 5 جويلية قلنا أنه هو تاريخ مميز في بداية الحلقة، لماذا؟ لأنه نفس اليوم اللي نزلت فيه القوات الفرنسية على شواطئ سيدي فرج معلنة احتلال الجزائر، فكان لابد من غسل هذا العار بإعلانه يوما للاستقلال. وبالفعل لا نذكر اليوم كجزائريين هذا التاريخ إلا كتاريخ استقلال وفخر باستعادة الحرية بالقوة بدون أي منا من أحد. انتهت الحرب اللي دامت 7 سنوات ونص، وبلغ عدد ضحاياها 1.5 مليون شهيد، هذا حسب الإحصاءات فقط، أما ما خفي فالله وحده يعلم كم العدد. جرائم فرنسا ما كانتش أبدا بسيطة، وما اتسعش المقام حتى نذكرها، لكن خلونا نعطيك إضاءة قليلة على بعض الجرائم نتمنى ما تكونش صادمة. فرنسا الرائدة في فن الإبادة ما اكتفتش بالطرق التقليدية اللي جربتها كلها على الجزائريين من قتل وتعذيب وتشريد واغتصاب، بل تمادت أكثر. وهذا نهار قررت تدخل السباق النووي اللي كانت متأخرة فيه، فبدأت تحد العدة وتجهز نفسها. في عام 1960 كانت قد أصبحت جاهزة. وش بقالها؟ وبقالها تبحث عن مكان لإجراء تجاربها النووية، واختارت الصحراء الجزائرية حتى تجرب فيها قنبلتها. والسبب
على حد قولها الصحراء بعيدة عن المناطق المأهولة. صح، معقول فرنسا فيها على الرحمة؟ لا والله، السبب هو ضمان السرية، وللأسف المنطقة كان فيها سكان، لكن طبعا حياتهم ما تعني ولا شيء لفرنسا. مهم، المنطقة اسمها رجان بولاية أدرار، وكذلك منطقة الهجار، وقامت فرنسا بإجراء 17 تجربة نووية أبرزها 4 عمليات. العملية الأولى سماها الربوع الأزرق، وجرات يوم 13 فبراير 1961. العملية الثانية سماها الربوع الأبيض، وجرات يوم 1 أبريل 1961. العملية الثالثة سماها الربوع الأخضر، وأجريت يوم 25 أبريل 1961. والعملية الرابعة سماها الربوع الأحمر، وأجريت يوم 27 أبريل 1961. طبعاً الربوع هو حيوان يشبه الفأر، يعيش في الصحراء، ذو ذيل طويل ويقفز، يعني حتى الاسم مسوق. اللي يصدم في الموضوع أن فرنسا قامت بهذه التجارب بالشراكة مع الكيان المحتل اليهودي، ونزيدكم أن هذه التجارب خلفت 42 ألف قتيل، هذا غير اللي تضرروا من الإشعاعات. وهذا الكلام يؤكد الباحث الفرنسي المتخصص في التجارب النووية الفرنسية برينو باريلو، اللي يقول أن السلطات الاستعمارية استخدمت 42 ألف جزائري بينهم أسرى من جيش التحرير الجزائري كفئران تجارب في تفجيرات متعددة في عام 1960، فيما يمثل أقصى صورة للإبادة والهمجية. ويشهد شاهد من أهلها اللي هو واحد من قدماء الجنود الفرنسيين، كان حاضر بموقع تفجير أول قنبلة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية، واسمه غاستون موريزو، اللي يقول لقد استعملنا سكان المنطقة كفئران مخابر خلال أولى التجارب النووية الفرنسية برجان. واللي أخطر من هذا الشهادة هو ما كشف هذا الجندي، أن فرنسا استعملت الجزائريين في التجارب النووية بدون ما تقوم بأرشفة أو حفظ هويات الضحايا، وهذا فيه خرق كبير لكل قواعد الحرب وحقوق الإنسان. وهكذا ما عادش بإمكان السلطات أن تكتشف أو تتعرف على الضحايا، والجيش الفرنسي غادر قواعده في الصحراء وخلى وراه آلاف الأطنان والمعدات المشعة اللي ما زالت أثارها ممتدة وستمتد لعدة قرون وتقضي على البيئة والإنسان والحيوان. وأخيرا نقول الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، كما تقول الأغنية الشهيرة. ربما خلال الحلقة ذكرنا شخصيات وما تعمقناش، وذكرنا أحداث وما فصلناش، لكن الخبر المليح أنه عندنا بودكاست خاص بالشخصيات اسمه أعلام، أكيد راح تلقوا فيه ما يثلج صدوركم. وبالنسبة للأحداث المشوقة هذا مكانها الصحيح. وطبعا نستقبل أي أفكار تحبون مناقشتها في بريدنا الإلكتروني المرفق بوصف هذه الحلقة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا مشاركتها مع كل من تحبون. قبل الختام لازم نشكر الزميلتين الإعلاميتين إسراء الصباغ وعائشة آدم لأدائهم الصوتي الذي ساهم في إثراء هذه الحلقة. كنتم مع بودكاست تاريخ على الهامش، تقديمي أنا ماريا محمد، إعداد نوير الحمزاوي، هندسة صوتي وإخراج ماريا محمد. نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام.